بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. السحر العظيم هنا في هذه الآية كان كناية أو كان مرادفا لما تم من سحر للعيون وفق النص القرآني. فهل سحر العيون أو من يسحرون الناس أو يسحرون عيون الناس يطلق على هذا السحر سحر عظيم، أم عظمة هذا السحر أو جثامة هذا الفعل من أن هذا السحر يمكن أن يكون له الأثر البالغ على الإنسان بشكل مباشر؟ ظهر في الآونة الأخيرة من يقومون ببعض الأفعال التي تبهر البعض، التي يمكن أن تكون مثار جدل وجدال للبعض. واحد قاعد قصاد واحد فبيقول له انت بتبعت رسالة لفلان الفلاني، انت رسمت الرسمة الفلانية، انا احول لك الجنيه لدولار. كل هذه الاشياء ما هي الا كانت للعيون وللمسامع، وكانت نوع من انواع شد الانتباه للناس. يا ترى ما حقيقة ما تم؟ ما حقيقة ما ظهر؟ وهل هناك علاقة بعالم الجن والعالم الخفي بما يحدث من هذه الأحداث؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها الليلة على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب، المعالج بالقرآن والخبير في هذا المجال والذي يتسع صدره لنا في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ أهلا بك. أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا. مش عارف، أنت أكيد شفت اللي أنا بحكي عليه. تمام. وأكيد أنت عندك تفسير. تمام. ناس كتير عايزة مفتاح الحل، عايزة مفتاح اللغز، يا ترى الإجابة إيه؟ أبدأ حديثي أولا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا يعني أود أن أشكر سعادتك في المقام الأول على هذه المقدمة لما فيها من دلالة. حلقات مضت في داء الزار، وده الموسم الثالث، وكاد الله عز وجل أظهر الحق على لسان البعض من المعالجين ومن المنكرين ومن المشاهدين الذين يشاهدون ما تحدثت عنه أنت. لو خدت بالك في الحلقة، إن أنا بقول سعادتك أنت معك تلفون محمول صح؟ افتح الواتساب. فتحت الواتساب. سعادتك بكلم رقم 1 2 3 4، الرقم ده اسم فلاني الفلاني. عرفت ازاي؟ نعم، عرفت ازاي؟ خفة يد. ايه علاقة اليد بتليفون بيني وبينك امطار؟ ها، ومفيش عينيك مش معايا. انت مخترق تليفوني؟ لا ابدا. ما انت حتى لو مخترقه انت ما كنت مش فاهم، مش ماسك اي حاجة خالص. انا عرفت ازاي؟ عرفت ازاي؟ في الحلقة الماضية في دقة زار لما اتكلمنا سعادتك على الموسم الثالث، وقلنا القرين ما دوره وما علاقة القرين بالسحر وما علاقة القرين بالجن وما علاقة القرين بالإنسان. لا معلش تاني، انت حصل. عايز تقول لي ان الإجابة على ما سبق كلمة واحدة اسمها القرين؟ واشرح سعادتك شرح تفصيلي. ازاي؟ ازاي الحق قلته حالا، احنا ذكرناه في الحلقة الماضية، انت معاك في الجاكيت ده 1000 جنيه. عرفت منين؟ كله متينات. عرفت منين؟ ما انا هقول لك اهو. الألف جنيه ده انت جايبه من الدرج بتاع سعادتك وحطه في جيبك قبل ما حضرتك تستضيفني في الحلقه من ساعه. الكلام طلع صح. ارقام المتينات ديت 1 2 3 4، ارقام الفلوس كمان، ارقام الفلوس كلهم ميات وفيهم 2 بس 200. هل انت قلت لي قبل ما نطلع الهواء انا معايا كذا؟ لا، ما حصلش. هل قلعت الجاكيت بتاع سعادتك وانا فتشتك قبل ما اطلع الهواء وشفت فلوس في قد ايه؟ ما حصلش. ما حصلش. انا عرفت ازاي؟ انا معايا جن ساحر بخترق اختراق كامل لقرين سعادتك. الله عز وجل اظهر الحق في هذا الامر لما فيها من دلالة بأن القرين يأتي بضرر ويأتي لكشاف شيء غيبي مضى من حياتك. وهكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم عراف. يعني عراف؟ يعرف كل ما مضى من حياتك ولكن ما يعرفش بكرة في إيه.
طب هو الجن نفسه قال ولو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب المهين. طب انا عاوز ارد بالايه دي تحديدا ومشكور على هذه الايه سعادتك على ما ينكرون بان القرين ليس له علاقه بسحر ولا حسد ولا عين ولا مس. طيب لو انتم بتنكروا هذا الامر فما علاقه القرين بالانسان؟ هتقول لي وسواس؟ هقول لك مستحيل. ذكرنا في ابن حبان في الحلقه الماضيه بان القرين اربعه انواع ذكرناها: قرين من الانس وقرين من الجن وقرين من الملائكه وقرين رقيب وعتيد، صح؟ لا، وشرحناهم بالتفصيل. ولكن في هذه الحلقه انت مشكورا فتحت هذه الحلقه بما حدث في قناه اخرى لفعل معين تثبيتا لكلام الله عز وجل: ولا ينطق عن الهوى، قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، واخبرنا المعصوم من كتاب الله: ومن اصدق من الله قيل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ما معنى هذه الآية؟ إن إبراهيم ساحر مع جن معين، بهذا الجن استطاع أن يعلم ما كل شيء أنت تحدثت عنه مضى في حياتك، وكل شيء أنت فتحته. أنا عاوز أقول لك حاجة، لو جبنا ورقة وقلم دلوقتي وأنت كتبت كلمة معينة وأنت مخبي الورقة وما شفتهاش ولا قلت لي عليها، في نفس ما أنت بتكتب هذه الكلمة أنا كتبتها وأنت وريتها لي وأنا وريتها لك نفس الكلمة، تفسر بإيه هذا الأمر؟ ونفس الرسمة تفسر بإيه؟ كل ما خطر على عقلك أنا علمت به. إزاي بقى؟ أنت بتعمل استدعاء للقرين للشخص اللي قدامك؟ طبعا. أنا بخترق القرين مش بخترق الهاتف. القرين نفسه أنا مسيطر عليه. أنت بعد ثانية فكرت تقول لي إزيك يا إبراهيم؟ هقول لك أنت هتقول لي حالا دلوقتي إزيك يا إبراهيم؟ كنت هتقولها لي؟ كنت هقول لك ازيك يا ابراهيم. طب انا عرفت ازاي؟ هتقول لي ده علم غيب، اقول لك لا، ما هي نفس سعادتك تحدثت به. كل ما تحدثت به النفس وانا معي من الجن علمته عنك. طب سؤال، اتفضل. هو يقدر يقول لك هاني كلم مين؟ بعت رساله لمين؟ مين بعت له رساله؟ حصل. انما يقدر يفتح تليفوني؟ ببصمه عيني؟ ازاي بقى؟ مش انا مخترقك. انا عامل اختراق ليك. يعني ايه اختراق ليك؟ كل شيء انت تملكه امامي في يدي. يعني لو مسك التليفون كده وبص فيه القرين بتاعي ممكن يجيب بصمه عيني تفتح موبايلي من بعيد؟ ارجع لسيدنا موسى. هنروح بعيد ليه؟ ماذا حدث مع سيدنا موسى؟ سحروا ايه؟ اعين الناس واسترهبوهم واتوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم. فما هو السحر العظيم؟ سحر العين. تخيل شيء. هو السحر 40 ساحر دول خروا ساجدين لسيدنا موسى ليه؟ لرب العالمين اسف ليه؟ عشان ايه؟ سيدنا موسى رمى العصاية وهم عارفين اللي فيه سيدنا موسى عصاية مش تعبان ولا حية، فلما اترمت على الارض ايه اللي حصل؟ حية تسعى كانت كل العصيان والحبال. فهم قالوا مستحيل عصاية تاكل عصاية لان هم عارفين اللي اترمى على الارض حبال وعصيان. ولكن الجمهور اللي واقف في يوم الزينة تخيل إليهم الأمر أن هذه العصاية تحولت إلى تعبان يسعى. فأوجس كلم الله مباشرة فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك يا موسى. ربنا بيقدم سيدنا موسى، ألق ما في يمينك تلقف ما إيه؟ ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. أهو كيده ايه؟ كيده ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ربنا قفلهالنا برضه. ما هو ربنا قال انا اذا كنت ابتليتكم بسحر او حسد او عين لا امكن الساحر من هذا الابتلاء الا بقدر مني، ولا ارفع الابتلاء عنك الا برحمه مني. مش ربنا قالها كده في سوره الاسراء: وننزل من القران ما هو شفاء. لو ان القران ليس بشفاء فماذا يكون الشفاء؟ طيب انا خليني معاك، انا لحد دلوقتي ممكن ابقى معاك. اتفضل. وممكن ناس كتير تبقى معاك. بس تعالى في اللي جاي. هل يستطيع القرين او معشر الجن انه يدخل مكنه صراف آلي ويسحب فلوس؟ لا. طب ما هو ده حصل. ما حصلش. امال؟ من قدرات الجن ومن قدرات الساحر انه يحول الشيء الذي امامك فقط. بس
ولكن ياخد الفيزا ويروح البنك ويسحب فلوس يقول لك مش من قدرات الجن. عشان الباب ده اتفتح فيه ابواب تانية مع ناس وابتلت بهذا الامر ان الجن بيسرق الذهب، الجن بيسرق الفلوس، الجن بيسرق الاموال. هذا امر انت عايز تقفل الباب، الباب ده سد بس إيه؟ الجن يقدر؟ لا لا ما يقدرش. لا لا خالص. ارى يعني في عينيك اجابه يعني لا. انا طيب بلاش، أنا منكر هذا الامر. انت بتنكر ده علشان سد الايه؟ الذرائع بس. زي موضوع دخول الجن برضو، زي مدرسه دخول الجن داخل الجسد. طيب كده الاجابه وصلت بين قوسين زي ما بيقولوا. تمام. بس السؤال، انا دلوقتي ممكن اطلع 100 جنيه واديها لك وبعد شويه وهي في ايدك تفتحها تلاقيها 100 دولار؟ ازاي بقى؟ سحروا اعين الناس. بس دي 100 دولار. بس هي 100 جنيه اصلا. ايوه بس هي 100 دولار. بس هي 100 جنيه في الاصل. يعني ايه؟ الناس تخيلت انها 100 دولار؟ تخيل؟ طب ايه اللي هيخليني؟ كلامي هو كلام الرعب. ايه اللي هيخليني ان انا اتخيل ان ال 100 جنيه بقت 100 دولار؟ في على المسرح زمان في التلفزيون كان بيجيب بيضه يحطها من هنا تطلع من هنا، صح؟ هي في بيضه تحط تطلع من هنا؟ لا هو هي واحده من هنا وواحده من هنا، صح؟ ده ساحر بيعمل كده. هي نفس الكيفيه. انا همسكك ورقه دلوقتي، الورقه دي تحولت ل 100 جنيه. مين شافها؟ انت والاخ والاخ واللي قاعدين في الاستوديو، صح ولا لا؟ بس هي في الاصل ايه؟ 100 جنيه بس. يعني ايه؟ يعني شغل سحر. ايوه جاذبيه. شغل سحر ولا شغل خفه يد؟ لا مش خفه يد ابدا. سحر. ساحر بمعنى الكلمه، خادم من الجن معاه او جن معاه. خفة شد مستحيل. خفة شد دي ان احنا نعمل حركة كده ايه؟ خفة اليد، يطلع حاجة من نحطها هنا بس. ولكن اعرف انت بتكلم مين وبعت رسالة لمين ورقمه ايه وتقول لي خفة شد؟ هقول لك مستحيل. ده قرين، ده جن. جن معاه بيجيب قرين وبيتحكم في قرين سعادتك. ده ممكن يقول لك انت اكلت ايه من شوية. امال ليه النبي محمد خاف على الأمة الإسلامية من وجود ساحر في حياتنا؟ من ذهب ممكن إلى عراف في الحلقة الماضية. خلي فهمك دي تكملة بصورة غير مباشرة لسعادتك ومشكور عليها، متصلة يعني. الاخت اللي في الجناين اللي بتقرب الوضع واشوش الوضع والكلام ده كله، بتعرف ازاي تفاصيل عن سعادتك مضت؟ تعرف منين؟ ها هتقول لي خفة يد؟ مستحيل. يعني مرة بتصيب مرة بتخيب. لا 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 ابدا. كل كلام حقيقي. لان هما بيتعمدوا على قرين سعادتك انت، بيجذبوا القرين بياخدوه. يا اخي الكريم ربنا يعزك، في الموسم اللي فات انت كنت من ضمن الناس بتحاربني وتقول لي يا شيخ ابراهيم انت الوحيد اللي بتكلمني على القرين. انا قعدت مع مشايخ بتعالج قبل منك كتير، وقعدت مع ناس في كل المجالات، ما لقيتش حد مسك في كلمه ابراهيم غير ابراهيم قريني غير ابراهيم شاهد. بالظبط. قلت لك ايه؟ هيجي وقت علينا هتلاقي المعالجين اللي بيعرضوني على كلمه قرين هم نفسهم بيتكلموا على القرين. وقد كان. وقد كان. وقد كان. ليه قد كان؟ لان الله عز وجل اثبت الحق في كتابه. في سوره الصفات قال قائل منهم اني كان لي قرين. بس هذه كلمه قرين دي الناس واخداها انه وسواس، بيجيب وسواس بس. الناس واخداها ان هو ممكن ايه؟ لا وسواس ده ممكن يبقى وسواس قهري، لا وسواس في الصلاه، لا وسواس في ربنا، وسواس في العباده. يامر بسوء بس. لا يعني استند الى شيطاني احدهم او شيطاني احدكم. السيده عائشه ام المؤمنين لما قال النبي محمد يا عائشه اصابك شيطانك، ما قالش الشيطان ليه؟ هو ليه عمل الكلام كله للسيده عائشه بس؟ تخصيص. فقالت يا رسول الله اولي شيطان؟ يعني يا رسول الله فعلا ليه شيطان؟ قال نعم. طب يا رسول الله يعني انا بنت الصديق وزوجة الحبيب محمد وام المؤمنين؟ قال والذي نفسي محمدا بيده ما تولد فيكم من ابن ادم. لا في نص الحديث اهو، ما منكم من احد الا معه قرين من الجن. قالوا حتى انت يا رسول الله، يعني سعادتك بشر، هل انت ربنا جعل معك قرين زينا يا رسول الله؟ قال نعم، الا ان الله اعانني عليه. طب بالله عليك يا اخي الكريم، استحلفك برفع السماء بلا عمد، هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشيطان يقدر على ايذاء النبي صلى الله عليه؟ مستحيل. لا طبعا، انه المعصوم. مستحيل. يعني هو اذا المعصوم. كان النبي محمد قال في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اذا سلك الشيطان طريق، سلك عمر بن الخطاب طريقا، سلك الشيطان طريقا اخر. فما بالك بالحبيب النبي، بحبيب المعصوم. ها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اهل العلم قالوا ايه؟ من ذاق عرف، من ذاق عرف،
ما معنى كلمة هذه الآية؟ من ذاق حلاوة الإيمان ومحبة الإيمان وحب الحبيب محمد عرف مقدار الحب وتمسكنا بسنة النبي محمد. ده صحيح. إذن من ذاق حلاوة الإيمان وحبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف مكانة النبي في حياتنا. فبالله عليك أقول بأن القرين النبي صلى الله عليه وسلم أو شيطان تمكن من النبي محمد؟ مستحيل. طب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان يولد. إذن الطفل الذي ينزل من بطن أمه معه قرين مثله من الجن، يأمره بسوء، يأمره بحسن، يتفاعل معه الساحر. وقد ظهر الله الحق في إحدى القنوات مما بدأت هذه الحلقة بأن الساحر تمكن من فعل الشيء أمام الإعلامي أو أمام المذيع. ماذا قام وماذا فعل وهو لا يرى ولا يعلم الساحر؟ ماذا تفعل أنت؟ والسؤال التالي، إذا كان القرين أو الجن لا يعلم الغيب ويعلم في الماضي، تمام، طب عرف منين أنه عايز يأكل بطاطس؟ هقول لك عارف منين. تحدثت نفسه، حديث نفس تحت سعادتك. انت بعد الهوا ده هتاخد عربيتك ومدي ميعاد لواحد الساعه 10:30 في حته معينه. طب عرفت منين؟ ما هو ده غايب اهو. انت كلمت وقلت الكلام ده، كلمت مع الاخ اللي هتقابله الساعه 10:30، صح ولا لا؟ وده قد يحدث ولا يحدث؟ لا يحدث. يحدث بالفعل. طب انت لو ما كلمتنيش احنا هنتقابل مع بعض الساعه 10:30 في المكان الفلاني، وانا قلت لك الكلام ده من غير نفسك ما تحدثت به، ما يحصلش، لان ربنا قفلها لي. كل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، صح ولا لا؟ ولكن نفسك تحدثت، نفسك بطاطس سخنه صوابع كده. طب خلاص بعد الهوا انا هاكل. انا هقول لك الكلام ده ومحدش عرفه غير نفسك انت بس. انت جايب لي البطاطس على الهوا وتقولي اتفضل اتفضل، انت كان نفسك البطاطس ايه؟ مش انت كان نفسك البطاطس؟ حاضر اجيبها لك. هتقول لي خفة يد؟ هقول لك مستحيل. هقول لك ده شغل كاهن او ساحر اراد ان يدخل الى قرينك حتى يخبره ويذهلك. عن حديث نفسك الذهول. ما انت هتتخض. انت هتقوم لو انا عملت كده انت مساعدتك هتقوم مفروض. لا 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 مستحيل. اوعى تقول مش على كتاب الله وسنه النبي، اوعى تقول وقفوا التصوير. ايه اللي بيحصل ده؟ دي مهزله. ولكن لو قعدت بعض ثواني وفكرت هو عرف منين؟ عرف الرسمه ازاي؟ الرسمة نفسها دي اللي انت رسمتها وانا ما شفتهاش، انا رسمتها ازاي؟ ولو خدت بالك الاعلامي او المذيع كان بيحول الرسمة وكان يرسم رسمة تانية. الساحر نفسه غير اتجاه مسار رسمة زي ما هو غيرها بالظبط. بس ده جاي رسمها. قال له ايه؟ انت كنت هترسم حاجة ورجعت في الرسم. قال له ايه؟ انا كنت هرسم حاجة ورجعت في الرسمه مره اخرى. هتقول ده خفه شد؟ امال ده ايه؟ ده شغل قرين. قرين. طب قبل ما يجي او قبل انت ما تيجي انت عرفت منين ان انا هرسم عصفوره؟ ده احنا على الهوا. ده احنا على الهوا. واحنا على الهوا. هات ورق قلم اكتب حاجه معينه. وانا معايا من الجن. ولو كان مسلما هذا لا يجوز شرعا. فهذا الموسم الثالث. العبارة في الموسم الثالث الاستعانة بالجن ولو كان مسلما لا تجوز. طب في ناس بتقول لك انا مصاحب ناس طيبين. ما اعرفش الكلام ده خالص. بيخدموني. ما اعرفش الكلام ده في الدين. الناس دي يعني بتسهل لي بعض الامور، الناس دي بتسهليني، الناس دي بترعاني. انا بسمي المريض اللي عندي سواء مريض او حالة بيجي يقعد قدامي ويشكي لي الشكوى بتاعته عشان احلل الكلام واتلو عليه القران واعطيه دواء لاي شيء هو يتعرض ليه من سحر او حسد او عين او مس. انا احتاج الجن في ايه؟ طب خليني اشارك بعض المشاهدين معانا كده اسئلتهم. اتفضل وفاء. اتفضلي يا استاذه وفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه اكلم فضيله الشيخ. مع حضرتك فضيله الشيخ. اتفضلي. والله يا فضيله الشيخ احنا متابعين حضرتك على طول وبجد ربنا يكرمك يعني على حضرتك. جزاكم الله علينا خيرا. هو انا كان ليا سؤالين بصراحه. اتفضلي يا فندم. اللي هو اول سؤال، انا ليا اختي متجوزه بقالها 3 سنين وكشفت وكل حاجه بس ما حصلش يعني نصيب انها تحمل او كده. تمام. وما فيش اي مانع خالص يعني في الموضوع ده. فدلوقتي يعني هل مثلا ممكن يكون حد عامل لها حاجه او كده؟ ده اول سؤال. طيب اتفضلي. تاني سؤال بالنسبه يعني للقرين وكده،
هل فعلا القرين ده ممكن حد يسخره ويؤذي بيه حد، او مثلا يعرف دي حاجه قبل ما تحصل زي ما بنسمع كده، ولا ايه؟ طيب اولا رد على اول سؤال الزوفاء، انا ليا امور كده في موضوع الاجابه الذهنيه. خليك معانا يا استاذ وفاء، وانت تعلم هذا عني ان انا ما بقدرش اقول هعمل رقيه لانجاب او هعمل رقيه لسحر عدم انجاب او سحر تفريق او لخلافه، الا لما اقول ان الطب اثبت، الطبيب الفلاني اثبت ان الحاله دي نورمال سليمه جسمانيا، والتحليل بيقول ان هي سليم والزوج سليم. لو الطبيب قال ان هي سليمه وهو سليم، انا قلت يقول هو كان في شويه مشاكل كده في الاول عندها، بس اللي هو اكياس كده وموبايل وحاجات زي تكيس على الموبايل، تكيسات على الموبايل وكان تمام. ايوه وبعد كده خلاص الموضوع انتهى، بس برضه سبحان الله ما فيش حاجه. هل الطبيب اثبت ان هي خلاص يعني الروح بتاعي يستقبل الحمل عادي؟ او قال لي ممكن في اي وقت. الزوج تحليله كويس؟ وكل مره نقعد نستنى وسبحان الله برضه ما فيش. الزوج تحليله كويس؟ اه تحليله كويس. طيب في الحاله دي انا بشوف الزوج والزوجه بورق الطب اللي يثبت قدامي ان هم راحوا الطبيب. خلاص هاني من ضمن الامور اللي انا بحب مع كل مريض امشي معاها ان هو يقول لي الورق الطب اهو بيقول ان الطبيب انا سليم. اثبات قدامي. ليه اثبات قدامي؟ لان في ناس يا مدام وفاء بتروح عند مشايخ لا يفقهون علاج بالقران بشيء، مجرد بس ان هم يطلع لي قران ذهني بس. لا، انا عاوز دليل مادي اللي هو ايه؟ الورق التحليل اهي، الاشعات اهي بتقول ان انا سليم. من هنا هبدا اسال اسئله قرانيه تخص الامر سواء السحر او الحسد او العين للزوج والزوجه، واطلب عليهم القران. لو عندهم نوع من انواع السحر، او الزوجه عندها سحر وهي بنت فتحول سحر التعطيل الى سحر تفريق، فياتي من خلال سحر التفريق عدم الانجاب، هنا بيتخذ اتجاه قراني سواء في العلاج الامر. شكرا استاذ وفاء، وصلت رساله. تمام. وهنا ليا سؤال مباشر بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اذا كان حضرتك بتتكلم او السؤال خدك لحته الانجاب وسحر التعطيل وما الى ذلك، ايه علاقه القرين بقى بسحر التعطيل؟ ايه علاقه القرين بقى بتاخر الانجاب؟ احاول ساعتك. جاوب بقى. انت قلت لي النهارده هتسيبني كده ايه، اصدم سعادتك بالجمهور شويه ان انا اديك حب الكلمات في الموسم الثالث. احنا لنا دايما مصطلحات ثابته في كل الحلقات. فاكر الموسم الثاني لما اتكلمنا عن سحر الشبشبه وقلت لي ايه؟ ايه الاسم ده؟ ايه يا عم احنا شبشب ولا ايه؟ قلت لي انا اسمع الاسم ده من ناس في كره فلاحين زمان. لا هو بنسمعه في بعض الافلام والانتاج الدرامي والسينمائي وكده. فسرت انا كلمه سحر الشبشبه، قلنا ان هو سحر نجوم وكواكب فلكي يعتمد به السحر. بس اسمه عجيب بصراحه. طيب ايه رايك في السحر النهارده؟ اسم كده يفزع القلب. ده غير سحر العيون؟ لا غير سحر العيون وغير الشبشبه وغير الاسحار المخفيه والكلام ده كله. هاتي ما عندك يا شيخ ابراهيم. سحر التبوير. تبوير؟ التبوير من البور. من البور. يعني يؤدي الى البوار. تمام، عزك الله، بسم الله اكبر عليك. طب انا اول مره اسمع هذا المصطلح. لا المصطلح ده انت سمعته مني كتير، بس يعني معلش بس انا عاوز اقول لم نتعمق فيه. انا جايبه لك بطريقه الساحر، بلفظ الساحر مش بلفظ القران. لا وضح لي بقى. سحر التبوير هو سحر التعطيل للبنات البكر بس. يعني البنت تبقى توصل لسن معين ومتتجوز. تمام. تكبر متجوز، اللي بيسموها بين قوسين، وانا ارفض هذا المصطلح العانس. الله يعزك. ونحن نرفض هذا المصطلح. انا برفض يعني. هذا الامر عشان كده ما بقدرش اقول الكلمه يعني، ولكن يعني جبتها بمصطلح. هذا مصطلح يجب ان يختفي من حياتنا. سحر التبوير ولا يجب هذه الكلمه الا للبنات البكر فحسب. ما تتجوز خالص، تبقى جميله جدا وكل يعني مواصفاتها. لا ده اقول لك اعراضه وما بتتجوزش. اقول لك اعراضه؟ اتفضل. واحد، الصدود عن الزواج ولو كان الزوج يصلح للزواج، والاهل والاقارب يحسدونها على هذا الشخص. ازاي ترفض الشخص ده؟ في حاجز نفسي. كل الامكانيات موجوده. ايه رايك في المثل ده، في الاعراض ده؟ ادي اول عرض. طب يعني معلش، رؤية الخاطب بصورة قبيحة مغايرة للحقيقة. مع احترامي والتشبيه في هذا الأمر، لو جبنا فتاة حاسنة المظهر جميلة جدا وأنا هتقدم لها وأنا فيها كل المميزات تنفع لزوج، عربية، شقة، معايا وظيفة محترمة، طبيب، كذا 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 كذا، الأهل والأقارب يتمنون إن هو يتقدم لإحدى بناتهم وتقدم لإحداهم لهذه الفتاة. ترفض هذه الفتاة.
ليه؟ شكله وحش. لا 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 ده قبيح الوجه. لا 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 مش عارف. وهو بالفلاحي ما فيهوش غلطة. ولما ينصرف خلاص الموضوع انتهى، تندم الفتاة على رفض الزوج. اه بترجع لرشدها عايز تقول؟ تقول لك ايه بقى؟ هو انا قلت كده فيه؟ انا عملت كده؟ طب مش ممكن نكلمه؟ لا خلاص الموضوع انتهى. طب خد بقى الافظع من ذلك. خلاص ماشي يعني موافق عليه؟ خلاص. طب تعالى اشرب معانا الشاي. مجرد ما يجي للمرة الثانية يحدث منا هذا الامر بنفس الكلام وبنفس الكلمات. تقول برضو مش عايزاه؟ ده شكله وحش. مخدوش يا بابا مخدوش. لا لا ده شكله وحش. ده قبيح. اختلاف الاعذار فيه. ويمشي تندم؟ ويمشي تاني مرة وتندم. هنا معنى السحر هو تغير الحال من حال لحال. ده اسمه سحر ايه بقى؟ السحر تبوير. التبوير ياتي من اللي بارد خلاص مع احترام بقى لهذه الكلمه. احنا بنذكر يعني دايما هذا المصطلح الشائع بيطلق على الارض لما بيحصل لها بتبور يعني، ونقول خلاص هذه ارض بور. يعني لا تصلح للزراعه، سحر فقدت خصائصها خلاص. سحر التبوير ياتي من هذه الكلمه، ويستخدمه الساحر لايذاء البنت. وخلف علمك اللي بيعمل السلاح ده بالذات بيتعمد فيه للبنات البك حتى يعدي بها العمر فلا تقدر على الزواج الذي هي تتمناه. لا انا هاخد ياسمين بقى كده واعمل ريست شويه. ياسمين اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. انا ممكن بعد اذنك اكلم الشيخ؟ مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. شيخ ابراهيم ازاي حضرتك؟ الله يرفع قدرك يا رب. انا اكتر حد في الدنيا متابع حضرتك بجد يعني. والله ده شرف ليا والله. البرنامج بتاع حضرتك جميل جدا جدا. يغفر الله لي ولك. وبجد معلومات يعني ما كنتش اعرفها قبل كده، ما حدش قالها لي قبل كده، حاجات افادتني كتير يعني. جزاك الله عنا خيرا والله. بس يا ريت حضرتك يعني تزود الحلقات اكتر يعني والله استاذ هاني الجبالي محجبني قال لي اكتر من كده. استاذ هاني قال لي تطلع يوم حد بس كده كويس يا استاذ ياسمين. هو قال لي اخرك معايا يوم واحد في الاسبوع. لا احنا عايزين نشوف حضرتك على طول بجد، بنستخدمك والله فعلا. ارفعوا شكوى على استاذ هاني. ينفع كده يا ياسمين بيشتكيني على الهواء؟ انا روحت هتبعت شكاوي يعني. ينفع كده يا ياسمين بيشتكيني على الهواء؟ ياسمين ينفع؟ لا طبعا. بص حضرتك انا متابعه حضرتك لان انا حصل عندي يعني وانا في الثانويه العامه من حوالي 5 سنين. معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. سامعك والله. حصل لي كنت يعني كان عندنا مكان كده كان تويلت قديم سوري، فكان بابا عمله غرفة وبقت الغرفة دي مكان مذاكرتي يعني. فأول يوم دخلت أذاكر فيها وكنت متعودة أن أنا بقرأ ورد في القرآن كل يوم جزء كامل. فقريت وأنا بنقرأ في الجزء بتاعي يعني حصلت لي كارثة يعني. حسيت أن في حاجات دخلت في جسمي مرة واحدة واتنطرت وقعت أغمى عليا. وكنت تقريبا في حالة موت. من بعدها خسيت النص، وطبعا ماما وبابا تعبوا معايا جدا، دكاترة وأطباء وشيوخ يعني هو في شيخ قال لهم إن هي كده اتلبست. تمام. طبعا من بعدها على طول وأنا بقى يجيلي أحلام وكوابيس وأشوف حاجات تخوف، وبقيت دايما خايفة أقعد لوحدي، خايفة أعدي من المكان الغرفة اللي أنا بابا كان عاملها لي. يعني بقيت عايشة في حياة صعبة جدا، ونفسيا بقيت مكتئبة ومش طايقة أذاكر ولا. ده سؤال مهم خالص. هو أصلا ده سؤال مهم ياسمين. يعني 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 في حاجة تانية تحب تضيفيها؟ انا عايزه يعني عايزه اتواصل مع الشيخ ابراهيم شهاب بحيث ان انا اجي لحضرتك في المركز وحضرتك تابعني بنفسك يعني. حاضر حضرتك ارجعي للكنترول هيدوك الارقام. حاضر حاضر. شكرا ياسمين. سؤال مهم جدا مرتبط. هو لا يجوز، انا كرأي شخصي ان انا ابني بيت عليه كان مقابر وتشال الامر. لا ما ينفعش. ولا بيت اعزك الله عز وجل تحول هذا المكان من حمام من حمام اعزك الله الى غرفه نوم او غرفه مذاكره. ما ينفعش. وهي السؤال بقى، حضرتك كنت برضو في احدى الحلقات وفي عده حلقات كنت بتحذر من بعض الامور في الحمام. ايه علاقه الحمام بالجن؟ انت قلت لي ما تقولش الكلام ده تاني. معلش يعني لا لا خلينا يعني تصدق دلوقتي هي لمست وتر مهم جدا، ان المكان كان حمام في البيت تحول الى غرفه. حصل لها حصل. ما ينفعش. ليه؟ لان هو بيت الخلاء، تسكنه الشياطين ويسكنه الجن ويسكنه العفاريت. بعد نظر عن القرين خالص، هو ده بيتهم، مكانهم القبيح. هم يقعدوا في الاماكن القبيحه.
فما ينفعش ان انا اهد الكلام ده كله واردمه واعمله غرفه للمذاكره او النوم. انا هتمس مش هتلبس، هتمس. في فرق من المس واللبس. انا اتمسيت، خد بالك من كلامي، تقول لك ايه، انا بقى يحصل عندي اغماء. الاغماء ده مش اغماء كلي، الاغماء ده اغماء هي واعيه وشايفه وحاسه ومدركه، ولكن هي عامله ايه؟ مش قادره تسيطر على نفسها. فهي دي القصه كلها، ان انا بقول ان ما ينفعش ان انا احط اعمل ايه؟ بيتي من خلاء الى غرفه نوم او غرفه مذاكره، مستحيل. ده امر غير مرفوض، او امر مرفوض اصلا. لان انا هتمس، هتعرض لشيء من الجن، اتعرض لشيء من العفاريت، اتعرض لشيء لاي طائف من الطوائف، فهيضرني، اما يضرني في المذاكره. وخد بالك هي خست، الطب قال ان هي ما فيهاش اي حاجه خالص. عايز اقول لك ان الطب قال ان هي ما فيهاش حاجه. ليه؟ لان التحاليل والفحوصات والاشعاعات وكل حاجه اثبتت ان هي سليم. هنا اتمس. طب المس ده ممكن يضرني فيخسسني النص؟ اقول لك يضرنيش. بس تعالى بس كده، بس خلي بالك من حاجه، هي قالت كلمه لابد ان نتوقف عنها، ولازم تفضل تفسرها لي وتحللها لي. حاضر. احد الشيوخ قال لها انت اتلبستي. لا معانا انت الكلمه دي انا بتعتمدها في قاموسك؟ لا خالص. انا قلت لك بكاز هاني في حلقات مضت في الموسم الثاني، انا برفض عده عبارات يفعلوها المعالجين مع الناس. تمام. دخول الجن الجسد، مسك اتحط في الرحم. النهارده كانت عندي فتاه بتقول لي انا رحت عند شيخ وقال لي هات المسك واكتبي بالمسك على جسمك. بالله عليك جبتها منين؟ ايه علاقه المسك ان انا بحطه طيب ليا وسعادتك قطيب ريحه طيبه ان اكتب بيه ايه بقى؟ كاف، لازم الكلام ده، كاف هاي عين صاد حروف على الجسد او على الظهر بس تحديدا باللفظ. تمام. ايه علاقه العلاج بالقران بهذه الكلمه؟ فما نتيجه الشفاء اصلا؟ ولا واحد يقول لي حط مسك في الرحم عشان في جن قاعد الرحم؟ عده عبارات كده انا برفضها في دقه الزر تحديدا. كلام جميل كده. عدم دخول الجن الجسد انا برفضه تماما. المسك اتحط في الرحم، المسك يوضع بين الاكس في الجسد للبنت او الرجل حتى في كل العلاج. او يقول لك ايه، اصل الجن حضر علي. يعني ايه الجن حضر؟ فلما حضر الجن قال ده عمتك اللي عامله، دي خالتك اللي عامله. انا كده دخلت في ارحام، انا قطعت صله ارحام. والجن كذوب وهو مش جن. هتقول لها انت كنت واعي؟ تقول لك لا مش واعي. اقول لك لا كنت واعي، كنت سامعه وكنت شايفه. لما تحاربها بقوه القران وعزيمه القران تقول لك بس ما كنتش عارفه انا بقول ايه. طب هي بتقول حست بحاجه في جسمها، حست بحاجه داخل جسمها. ايوه، ده ايه بقى؟ تبرير الاحساس وليس الواقع. انا بحس ان في حاجه تحسس على جسمي. ايه رايك في الجاسوم؟ ده برضو ظهر كده مؤخرا وانتشر على السوشيال ميديا. بتقول لك ايه؟ انا حاسه ان انا بنده يا ماما يا بابا، وبصوت. انا حاسه وسامعه نفسي. ولكن لما الجاسوم بعد دقايق او ثواني معدوده يتفك لوحده، انا عمال ادعي لك يا زهير انت مش سامعني؟ يا ابني انت ما اديتش خالص. والله عمال ولا صوت اتنبع. والله انت ما اديتش. وحد ساعات هيقول لك انا متكتف. هي حست ولا ما حستش؟ في الجاسوم. نفس المقياس، هي حست في حاجه دخلت. زي الحاله قالت سعادتك على صفحه البرنامج او صفحه سعادتك الشخصيه، لك ايه؟ ان انا بلاقي كوره او حاجه بتجري جوه جسمي. او نبض زي نبض الجنين بيتحرك جوه جسمي. هو الجن هيتحرك جوه الجسد؟ لا. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال ايه؟ ان شيطاني احدكم يجري لابن ادم كمجرى الدم في العروق. ما قالش الجن ليه؟ هتقول لي ما هو القرين جن. هقول لك القرين ده بتاعك، مش حاجه اضافيه عليك. الساحر لما لقانا في تسجيل شغال في القران في البيوت، تلفزيون شغال في البيوت، الوعي الديني بقى في البيوت اكتر من زمان. فقال لك لما هبعت جن هيمشي ويزهق من كتر الاستغفار والصلاه على سيدنا محمد، والقران شغال في قناه المجد، والبيت بدا فيه شيء بالتزام، الجن مش هيعمل معاهم حاجه. لا، انا اسلط عليك نفسك. هخليك تصلي بس تحرم من الزواج. هخليك تتجوز وتعبد ربنا عز وجل وتحج وتعتمر وتحرم من الانجاب. هخليك يبقى عندك عزيمة وإرادة وتعبد ربنا عز وجل وامنع الرزق منك. هو في حد يقدر يمنع رزق أرسله الله إلى عبده؟ إن العبد لا يحرم الرزق من الذنب يصيبه. طب أنا عملت الذنب ده، أنا بقول يا رب كرمني وارزقني وبسعى. بس تعرضت لساحر كافر، راح له واحد يغفر الله لي ولا
عنده ضغينة وبغضاء من ناحيتك فقام بفعل شيء حرمك من الرزق. حرمك منين؟ ما هو البغضاء والضغينة والحقد والحسد. أنا عندي مركز في المكان الفلاني والناس بتلف حواليه والناس عاوزة تيجي تتعالج، ولكن الناس اللي موجودة هناك رفض الشيء ده موجود عندهم علشان بنوعيهم الوعي الديني الكامل، فيعملوا فيك مغرز عشان يقطعوا رجلك من الوصول لهذا المكان مرة أخرى. فماذا تفعل أنت؟ اتحرمت الموجود هناك. اتحرمت ليه؟ عشان بغضاء، حاقد، حاسد، عنده وعي، لا عنده لا وعي في الدين ان الارزاق بيد الله عز وجل، ولكن لما لقوا شيخ فلاني في المكان الفلاني بيتكلم عن قال الله وقال الرسول وينجي الناس من مخالفات يفعلوها البعض باسم الدين، يحاربك مين؟ ومتجرات لا، ويحاربك مين؟ اللي عاوز يمشي في المخالفات، اللي مش عاوز الناس تمشي ورا وعي الديني. فيقولوا ايه بقى؟ ده ساحر، ده كاهن، ده ما عندوش علم، فيشوهوا صورة سعادتك. فلما يشوهوها انت مش تروح المكان تاني. اذا هم عملوا ايه؟ عملوا ضغماء شحناء، ولكن الله عز وجل ليس بغافل. الله عز وجل اظهر الحق واكتمهم في بيوتهم حسرة الموت. حسرة ايه؟ الموت. قال اهل العلم، وهذه العبارة قلتها في الحلقة الماضية وتكرارا في هذه الحلقة، تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح. الاصطلاح مع النفس. اذا كان الله عز وجل ابتلى مشاهد او ابتلى حالة او ابتلى مريض بسحر او حسد او عين، اعلم ان الله يحبك. هتقول لي يا عم الشيخ الحب بيجي بالابتلاء؟ اذا احب الله عبدا ابتلاه، ولكن قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في هذا الابتلاء: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، عشان نسعى في الشفاء. وربنا قال لما ابتليك بشيء خش في الدواء برضه، تداوي يا عباد الله. امرنا النبي، سيدنا النبي امرنا ان احنا امرنا بالتداوي، فقال: تداوي يا عباد الله، ما خلق الله لكم من داء الا وله دواء. ما فيش مرض موجود على سطح الارض الا وله دواء. بس مين يعرفه؟ علمه من علم وجهله من جهل. رسالة مني، وسامحني على الإطالة في هذه الأمر. لا تفضل. أود أن أقول رسالة في هذه الحلقة لمن؟ لإبراهيم. ولكل معالج. أولا لإبراهيم، ولا أزكي نفسي على الله، وكل معالج يظهر في الفضائيات يتكلم بكتاب الله، يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلحوا مع أنفسكم. إذا كان الله أعطاك إمكانية أو اصطفاك دون خلق أن تتكلم عن بعض في كتاب الله، تكلم عنه بحق، اشرح عنه بحق، فسر القرآن صح، عالج المريض أو الحالة صح. ما تقوليش إنه جاي لي هقرأ عليه آيتين قرآن وبس. اقرأ. قلتها قبل ذلك وسعادتك قلت ده غلط عليك إعلاميا، لا أكررها مرة ثانية. اقعد مع الحالة، خد مني 1,000,000 جنيه، وهذا امر لا يحدث، ولكن اقول مجازة. مجازا انا اقول هذا المبلغ من فخامة هذا المبلغ. ولكن قول لي انا عندي ايه. ما توهنيش في عالم سحر وحسد وعين بس. لا، ما تبنيش الحياة كلها عشان انت ما اتجوزتش وما عندكش امكانيات للجواز اذا انت مسحور. لا، فتش في نفسك. انت بتشتغل؟ يعني انت بتتكلم في حتة الفرق بين الوهم والحقيقة، الخيال في الأمر والتخيل. الحقيقة والخيال. أنا حقيقة نفسي أنني غير جاهز على الزواج، ما عنديش شقة، وظيفتي مش مؤهلة لتجوزني، أروح لشيخ عشان أنا اتأخرت في السن الجواز يقول لي أنت مسحور؟ أنت مش عايز تروح لشيخ، أنت عايز تروح تشتغل بس. واحد نايم لي طول النهار، طول الليل وطول النهار، يقول لك أنا ما بشتغلش، وعيني مش ليه لكم عشان حد ناظرني بعين. عمر ما كان القرآن ده اسمه تواكل. بس ده اسمه تواكل، واسمه قلناها في الحلقة، يعني برمي الفرق الشاسع بين السماء والأرض، فشلي على شماعة. أن أتوكل على الله وأسعى
وأن أتواكل على الله عز وجل. بين التوكل والتواكل. يبقى إذا رسالتي في هذه الحلقة وأنت يعني كل الشكر على هذا البرنامج لما فيه مصداقية للكلام وتصديقين الحوار. أشكرك. كلام جاي من كده أننا معا، أنت تصحح لي وأنا أصحح لك في هذه المنضبة وفي هذا البرنامج أن نتحدث بكتاب الله، لا أمور دجل وشعوذة وخد وتعالى وروح. لا، أنا أقول لك المريض يروح عند معالج وليس إلى راقي. قلت لي ما أنت بتقول أنا معالج بالقرآن وراقي شرعي وخبير في العلاج بالقرآن. بس لما يجي لي مريض لازم أفرق ما بين الحق والباطل. مش كل واحدة ربنا ابتلاها بعدم الزواج ولسه سنها ما جاش او سنها جن ومفيش اي اعراض، دي لازم تبقى مسحورة بقى، مسحورة لازم بقى، دي معمول لها سحر بقى. اذا الرسالة الاولى وده مش انت صحفي في سعادتك في هذا البرنامج وعلى صفحة سعادتك وعلى صفحة البرنامج في هذه القناة، ان السحر لابد له من علامات. اذا توافقت علامات السحر مع مريض يجب علي ويجب على معالج ان نعالجه. ولكن المعالج اللي ما عندوش الفرق ما بين الوهم والتوهم أن يعالج وأن يشخص وأن يعطي دواء حقا في كتاب الله وسنة النبي محمد هو ليس معالج بل هو تاجر في الأمر. تاجر، أنا سميه تاجر. ولو كان إبراهيم شهاب هو اللي يقول الكلام ده، المريض اللي هيجي لي وقعد قدامي وما عرفش نوع مرضه وتقرأ عليه قرآن وعرف دواءه إيه واسمه إيه، اعلموا انني تاجر. ولكن الفرق في كتاب الله مع المعالجين اننا ناخذ كلمات من القران وننسبها الى انفسنا اننا نعالج. يبقى اذا قول اهل العلم تعالى بنا نصطلح، الاصطلاح هنا مع انفسنا، الاصطلاح مع المريض. لازم اكون حقا موازي في كلامي مع المريض. انت عندك ايه؟ بتشتكي من ايه؟ امور الدنيا انت ماشي فيها صح ولا لا؟ أمور الآخرة، الأسباب، الأعراض، ولا والأسباب، الحياة، أسباب الدنيا. بس هل كده يا شيخ إبراهيم أنت بتنفي السحر والحسد والعين؟ لا، أنا أول واحد بعالجه. أنا أول واحد بعالج السحر والحسد والعين. عايز تقول إن أنتوا لا تركنوا في حياتكم وأمور حياتكم، بس إن كل حاجة سحر وكل حاجة أعمال، بس لا، في أمور نفسية، في أمراض نفسية، في أمراض طبيعية، في دوافع بشرية، وفي أسباب دنيوية. وسعادتك بس لو قعدت على السوشيال ميديا وانت أهل ذلك وأهل إعلام في هذا الأمر، لقيت كم واحد بيعالج في الزمن ده؟ موجود ناس كتير، في المدعي وفي اللي بيعالج بجد، صح ولا؟ اللي يقول لك عرض السحر بقى كل بيرجع كذا واشرب كذا واشرب ترياق. خلي في علمك أنا كل حلقاتي مع سعادتك كل القنوات بقول الترياق سم. محدش يعني الكلام ده، لا تشرب هذا الدواء في الدواء سم قاتل، فانه سم قاتل. يا شيخ ابراهيم، طب ده مانشيت اهو، يا شيخ ابراهيم شهاب نقطتين، لا تشربوا الترياق، الترياق سم قاتل. ولا الحنظل كمان. طب ليه الترياق؟ ما هيرجع كل اللي في بطني. انا خدت وسيله عشان ارجع، بس الوسيله دي طبيا تجيب اضرار. طيب هنا في حته الهوا بقى، في الهوا تابع هواه. ومن يتبعون الهوى، يعني على غرار يعني او قياسا بالكلام ده، هل الهوى هنا له علاقه بالقرين؟ الهوى عند مين؟ يعني ما اتبع الذين اتبع هواه هو كان امره الذين اتبع هواه. انت عارف الايه دي؟ انت عارف الايه دي لمين؟ لمين؟ اذا كانت مجازا على ايه اخرى او تصوير اخر في تفسير القران، لا قياسا، قياسا الهوى، قياسا على المعالجين. لا لا لا، انا عندي صدقني. هوا بقى، لا انا اوضح لك سؤال تاني معلش، ممكن يكون بس الطريقه او اتفضل. واحد يجي يقول انا هقوم اصلي وفجاه لا مش مصلي. واحد يقول انا رايح شغلي وفجاه يجي له حاله من الكسل كده، لا ده انا تعبان انا مش رايح الشغل النهارده. واحد يبقى رايح مش عارف للجامعه بتاعته وفجاه لا انا تعبان انا مش رايح الجامعه. الهوا ده الهوا ده هوا النفس، هوا له علاقه بالقرين؟ لا مال. ولا السحر ولا الحظ ولا العين. انت عارف ليه؟ لان ربنا الله عز وجل انزل القران تبيان. ربنا انزل كتابه ده تبيان وضوح. ابراهيم قام مجتهد، صلى الفجر، لبس، فطر، نزل راح شغله. خلاص صح ولا؟ تمام. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طب حصل مشكله ان المدير رفض ابراهيم باسباب مش مقنعه وظلم ابراهيم. هنا الابتلاء ابتلاءين،
إما ابتلاء هو حاقد على عمل إبراهيم ونجاح إبراهيم كأنه عامل ده مدير، وإما هو تعرض لسحر أو حسد أو عين، فالمدير بيكره إبراهيم فيرفده، بعد ما يرفده يندم هو رفضه ليه. ولكن إبراهيم نايم في البيت، أنا تعبان، أنا حاسس إن حد عامل لي حاجة، أنا بنزل من العمارة وبطلع تاني ليه؟ معرفش. أصدقك وارد، بس أجزم إن أقول ده عين أو سحر أو حسد، أقول لك يا بني مشيت على هواك. أنا كمعالج مشيت على هواك، والمريض عارف أنت يعني دلوقت أنا بحييك الله يعزك على هذه الإجابة. عارف ليه؟ كان ممكن تقول لي آه القرين له علاقة بيها. مستحيل، كان هيبقى كل واحد ما بيصليش يقول لك أصل قريني بيعمل فيا، واحد مهمل في عمله أصل قريني بيعمل فيا. فأنا بحييك يا شيخ، انت عارف ازهلي، خلي بال حضرتك معلش يعني بجد والله، تحية تحية من القلب حقيقي، الله يعزك، وليست مجاملة، الله يعزك على هذه الإجابة، لأنها بالفعل اتعلم منك والله. لا العفو حبيبي، لا 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 صدق لا يعني حبيبي، العفو أهل علم، لا إجابتك أنا بحييك عليها، جزاك الله خير. وإن دلت على شيء فعلا تدل إن أنت يعني إن أنت حد فعلا عايز الخير للناس. بص ازهلي يعني انا هذكر ليه موقف ولكن مش هذكره تفصيلا، انا ولكن انا شاهد من الموقف ان الزمن ده او الناس دي عاوزه اللي يخدع، مش عاوزه اللي تم مش عاوزه اللي بس يعني خليك مع الله. بص هو ده اللي انا بقول دايما، اذا كان من اراد لي بسوء ايا كان على النمط عشان يمنع ظهور ابراهيم شهاب على الاعلام ويحذر الناس من ذاك ومن ذاك ومن ذاك، اقول لهم الحق ليس بيموت. إذا كان إبراهيم شهاب هيموت غيري أفضل منه يطلع ويحذر الناس. عشان كده أستاذ هاني أنت حق قلت لي متشكرين على هذا الرد. ده حقيقي. أنا بشكر سعادتك رسميا على الهواء في الموسم الثالث، في الموسم الأولاني والثاني وبداية الثالث، ولكن إحنا لا نجامل بعض، ولكن بصدق والله أسئلة سعادتك طرع مني جواب ورد على أسئلة تفهم الناس. نسأل الله. أنا عاوز أطلع لواحد في إزار بعد كده. بس بقول لا ينفع ده إنذار أطلع في إبراهيم شهاب إلا وإعلامي زي سعادتك حتى يفهم الناس. سؤال سعادتك بيطلع مني الإجابة أعالج بيها الناس على الهواء. وأنا بشكر سعادتك، وفي ختاما سامحني على الإطالة، أشكرك، ولكن في الحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين، إحنا النهاردة كانت حلقة فيها شكر البعض كتير. لا بس ده شكر واجب لك والله، ولكن في الحلقات القادمة سامحني، أنا عاوز أتكلم وتشرح تفصيل عن سحر الشبشبه اللي هو تاني او الكواكب. طيب. شرح تفصيل. تمام. بمناسبه السنه الجديده وزي النهارده اعزائي المشاهدين، انطلقت قناه الصحة والجمال، وكانت البدايه في الساعه 6 مساء، وكانت اول كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت ايات من الكتاب الكريم على هذه الشاشه مباشره على الهواء، اطلقها فضيله الشيخ احمد عامر اللي بوجه له التحيه من هذا المنبر. كذلك أوجه التحية أنا هاني الدباني كمدير تنفيذي لهذه القناة لكافة العاملين بالقناة، وبقول لهم شكرا، كنتم قدر المسؤولية وعبرتم بهذه القناة في السنوات السابقة وستعبرون بها في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا أبنائي وأحبابي وإخواتي في هذه القناة، ولا يسعني إلا أن أشكر أيضا الصديق العزيز وصديق الكفاح والرجل الخلوق الأستاذ عبد الحميد توفيق رئيس القناة على ما يبذله من جهد ومجهود لإنجاح هذه القناة، وكافة العاملين بهذه القناة لهم مني كل التحية. وأعتقد يعني إن شاء الله هيكون ليا مفاجآت معكم قريب بإذن الله تعالى في قناة صح وجمال. بشكر فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب، جزاك الله خير، بشكرك، جزاك الله خير. الحلقة حلقة مميزة، حلقة علامة من علامات إنذار هذه الحلقة إن شاء الله، والحلقة القادمة بإذن الله تعالى سيكون لنا أيضا حديث عما ذكرت من سحر الكواكب أو الشبشبة. خليني أحيل هذا الأمر الحلقة القادمة. شكرا لكم مرة تانية. أيضا أشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، يتجدد بكم اللقاء والأحد القادم في مثل هذا الموعد وده إنذار لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني الدباني يحييكم، إلى اللقاء.